يثار في هذه الأيام من أن ختان المرأة فيه اعتداء على المرأة، وبالتالي ففي هذا بوابة للطعن في الإسلام، أو ما جاء من أدلة في الإسلام التي يستحب فيها ختان المرأة، ويقولون هذا اعتداء عليها. والجواب عن مثل هذا الكلام: الختان بجميع صوره المتعلق بالمرأة الذي يحصل في هذا الزمن قد لا يكون ختانا شرعيا، قد يكون فيه اعتداء. وفيه ظلم للمرأة، لكن الوارد في السنة طبعا إذا كان ختانا يخالف السنة فإنه مرفوض، لكن الختان بالنسبة للمرأة كما قررناه سابقا من أنه سنة لعموم الأدلة التي تشمل الرجال والنساء، ولأنه كما جاء عند أبي داود أن أم عطية كانت تختن النساء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اخفضي ولا تنهكي. وبعضهم ضبط لا تنهكي، وبعضهم ضبط لا تنهكي. المهم قال: اخفضي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج، أحظى للزوج. وفي رواية أبي داود: فإنه أنظر للوجه، يبقي نظارة المرأة في وجهها. وفي رواية عند الطبراني: فأشمي، يعني مما يشم من رائحة، يعني لا تبالغي، المقصود لا تبالغي في ختان المرأة. يذكر العلماء أن ذلك من باب تخفيف شهوة المرأة. هم يقولون: كيف تخفف شهوة المرأة ولا حق في الجماع؟ الطب القديم كما ذكر ذلك صاحب كتاب عون المعبود، قال: أخذ شيء من ختان المرأة إذا كان يسيرا هو أطيب للمرأة. لما؟ لأنه إذا أخذ منها هذا الشيء توافقت شهوة المرأة مع شهوة الرجل، لكن إذا تركت، لأن العلة التي يذكرها العلماء تخفيف شهوة المرأة، لأنهم يقولون لو بقيت هذه القطعة لم يؤخذ منها شيء كان نزول المني منها أسرع، فيقولون بأخذ شيء يسير يتوافق الماءان، ومن ثم فإنه يكون فيه من المتعة للطرفين. مع العلم أن بعض العلماء يقول هو يختلف باختلاف البلدان، فيقولون مثلا بلاد المشرق يكون فيها الختان، بينما بلاد المغرب لا، فهو يختلف باختلاف النساء. على كل حال، ما يثار من هذه الشبهة نقول: أولا، ختان المرأة في الإسلام مستحب، وأكثر أهل العلم على أنه لا يجب، فمن تركه فله ذلك، ومن فعله فله ذلك، لكن من فعل يأخذ جزءا يسيرا حسب ما جاءت به الأحاديث. فأشمي لا تنهكي حسب ما جاء بذلك الحديث. الصور الأخرى التي تفعل في بعض البلدان، حتى إن بعضهم ربما أنه يدخل عمليات الجراحية فيها، هذه ليست من الإسلام وليس ختانا. الختان هو المضبوط في الشرع، مع أنه سنة، من فعل فله ذلك، ومن ترك فله ذلك.